والله ملينا قبل حجة الصحي، كنا نطلع نشوف الناس بالشارع ونسلم عليهم، بالشتا كنا نروح على المدرسة، لأخو بالصيف كنا نروح على مسابح ويجي رفقاتي ولا عند رفقاتي. والله يغلق مشتاق اشوف شخصك بالشارع احضنه وابوسه. لك بس من لما بلش الحجر الصحي بلش الملل يا زلمه، حاسس حالي مثل الارض المحبوس بالقفص، مثل السمك المحبوس بحوض السمك. لك ملينا ملينا، حاسس حالي قلت لك مليت. يا اخي لا عمي معك والله مليت ولو بحجر الصحي. سوري منك بعتذر. ليش بقى سوري منك يا فصول؟ ليه ما بلعب مع اولادي كبار؟ يا فصول هاي كلمتنا نحن بنقولها. حبيت الله يوفقك، لا عديش منكر والله ضقت روحي بلعب معك طميمه رضيان. بتذكر وقت طلعت انت ورفقاتك مشوار قلت لي ما باخذ اولاد صغار؟ لقينا على ابو الزمن يلي صار اخ الكبير يترجع اخوه الصغير ليلعب معه. لك الله ياخذ حجر الصحي. ماما شو طبختينا اليوم؟ طبخت لك سم الهاري. لك عصافير بطي راحت عفزازة. لك راح تبيض كمان مت من الجوع. لك خلي مو بس يفقسوا، لك خلي يتكسروا كمان. لك ان شاء الله تموت من الجوع عشان تعرف قيمة امك. قيمة شو كمان؟ تتذكر قبل حج الصحي مضي لي مع رفقاتك على كريسبي ومكسيكانو وشاورما وهمبرجر، وبعد حج الصحي لما صار حج الصحي صرت يا مش طبخت لك. لك روح لك كويش بدك. شو يعني هلأ؟ هلأ؟ روح نقلع كل زيت وزعتر طبخ مالي طيبخ تلك. الله ينعم حج الصحي وساعد حج الصحي اللي بتخلي لك الابل بينزل لأمه على الأكل. لك بدأ انتحر، لك بدأ انتحر. بابا بابا ايش بدك يا مغضوب؟ ابدا تفتح المدرسة والله طقت روحي من حج الصحي. لك مليت اشتهيت اشوف انستي لأستاذي. ومن ايمت انت بتحب المدرسة؟ لو كان فتحت مالي مسجلك. ليش ما تسجلني؟ والله انا لك بعشق شي اسمه دراسة، لك بعشق شي اسمه كتاب. عم تسأل ليش؟ لك تتذكر لما كنت اسجلك بتهرب من المدرسة، شي بتقتل مع فيها، لك شي تسوي حالك مرضان وتتحجج ومعدتك وكل هذا، وبدك يعني ارجع اسجلك من المدرسة؟ لك روح من وجهي احسن مليحك راسي طيرك. لك الله ياخذ حج الصحي، لك وياخذ البيت، لك طقت روحي مليت، رايح اتفرج على التلفزيون. الله يغضب عليك بغضبه. والله شيء بلغ، خليني اتفرج على التلفزيون. لك شبك انت التاني ما عم تشتغل؟ فشرت بنص عينك اني اشتغل. نعم التلفزيون عم يحكي؟ لا ما عم بحكي، انا عم بهتلك بس يا واطي. شو نسيت لما تركتني كل هالسنين كرمال تتسلى على اليوتيوب؟ لا ما نسيت، بس رد اتفرج على مسلسل على الملل وحجي الصحي. لك ليش كل شيء صاير بالعكس؟ لك ليش؟ احضر المسلسل على الراديو. روح انقلع احضر المسلسلات على الراديو احسن لك، انا ما بقى يشرفني عالم مثلك يحضروني. صحيح الراديو ما في عرض غير صوت. لا ما بدي كمان اعرض اتفرج على الراديو، هلا كمان الراديو يبهدلني لاني صار لي من سنتين ما فتحته. لك الدنيا صايره بالعكس. لك مليت. مليت والله مليت. شرتوح؟ لك واغير انا جاي شخص وفي وما تخلى عني اتسلم فيه بحج الصحي. لا يا سي، لو كل الناس تركوك انا ما بتركك. لك كبير، لك كبير وفخم. لك تعال تعال فوت نتسلى سوا. والله طقت روحي فوت. مو قصة ملل، بس القصة كنت بالمستشفى محظور 15 يوم، قالوا لي الدكاترة معك كورونا، قام انا هربت وجيتي عندك، انت صاحبي ورفيقي. لك الله لا يوفقك، لك لو هيك المال ابوك ما بتعمل فيني هيك، لك لو متجوز امك ما بتصاري فيني هيك. هات بوسي يا رفيقي، هات بوسي يا رفيقي. لك يا عبد الحرام، لك روح قول يا عولي. لا 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 والله مليتك بكوي. لا يا رفيقي، لو كل الناس تركوك انا ما بتخلى، لو كل الناس خلت عنك انا ما بتخلى. لا يا رفيقي الكل، لو كل الناس خلوا عنك انا ما بتخلى. لو كل الناس ترك تخلطت لي بالكاميرا. ماشي ماشي. لا يطلع على نيك، لا يطلع علي انا، وينك على الزاويه. لا يا رفيقي اعطي صفني بعدها صفون. لا يا رفيقي زي كل شلون؟ مثل السمكة المحبوسة بقلب القفص. لا مثل السمكة المحبوسة بحوض المي. لا مثل السمكة
مثل السمك المحفوظة. محفوظة بحوض المي. هذا بعرفهم كويس. يلا. لك مثل السمك المحبوس بحوض السمك. حوض المي. حوض السمك. حوض السمك. هلا بيجي بقول لك عدنان. هذا جي. حمودة أخوي. نعم. لا عرفي معك والله ملي. يا عدنان هيك ما بتطلع أنت ابني بس ده يا طب. طيب من اللاقي معناتها زاوية تانية مشان طيب ما في مجال ناخذ. طيب. أوف هلا صار التلفزيون يحكي. أضفت على المرأي صار أنت نصي ايه ولأقول لك لا شلونك بسوي له إيدين هداك فيه إيدين يلا هلا دي يطلع بنطرونك الجنس لا طالع أنت هيك بس نصي بابا نصك قد على الكاميرا محل ما بدك توقف عشان أخذ اللقطة النظامية قرب 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 وين بدك توقف قرب كمان قرب كمان على النظام حلو هون بدك تقف انت ماشي ايه؟ يلا شغلت واحد اثنين ثلاثة والله بقول لي طالع ما هلا ولا بتتذكر قول ايه بتذكر انت مش عم بتعيد هاي الكلمة ايه 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 بتذكر ما بصير اعرض كلامي بعطش كلام واسألك بحط طبقة فوق شغل خلها هيك كويس ايه سنة